بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة، هي الحلقة التاسعة من حلقات طرق حساب التكامل، وهذه الحلقة تتناول طريقتين من طرق حساب التكامل، وهي الستاندرد راشونال وستاندرد الراشونال. ستاندرد راشونال اللي هي الثلاث قواعد دول، هتلاقي انه القاعدة اللي هي الثالثة معروفة، اللي هي 1 over a tan time minus 1 u over a. اما القاعدة الاولى والثانية هم دول محتاجين طبعا منك حفظ، احنا دي حافظينها قبل كده خلاص. دول ستاندرد راشونال، بيقول لي du over u square minus a square يساوي 1 over 2a ln u minus a على u plus a. واذا كان بادي a square minus u square يعني العدد في الاول، اقول له a plus u a minus u. طيب ده ستاندرد راشونال اللي هو ايه؟ الكسور الايه الاساسية او القياسية. ستاندرد الراشونال بيقول لي انه يكون تحت الجذر، فلو كان a square minus u square فيطلع sin minus 1 u over a، دي معروفة قبل كده عارفينها. لكن الجديد u تربيع ناقص a تربيع بيساوي ln u بلس الجذر التربيع اللي كان تحت، برضو لو كان زائد يبقى ln u والجذر التربيع اللي كان تحت. طيب لو كان هنا u بره والجذر التربيع، نقول له دي كانت sec minus 1 واحنا عارفينها قبل كده. اذا عندي قاعدتين اتنين هنا ستاندرد الراشونال، وقاعدتين اتنين ستاندرد راشونال. طيب والتالتة دي مرت علينا قبل كده في الانفرس تريجنومتريك، ودي برضو مرت علينا في الانفرس تريجنومتريك، ودي كمان الساين ماينس 1 معروفة قبل كده. حتى كمان كنا بنقول الساين ماينس 1 مفيش قدامه واحد على ايه، لكن الباقي كله فيه عنده واحد على ايه. اذا عدينا طرق التكامل اللي خدناهم، هنلاقي خدنا حوالي 11 طريقة. نعدهم بسرعة: البيزك تيبل، التريجنومتريك، اللينير فانكشن، اليو سبستيتيوشن، البرودكت ساين اند كوزاين، البرودكت سيك اند تان، الايدنتيتيز اوف ساين اند كوزاين، اوف ساين اند كوزاين اللي هي حصل الضرب الى جمع لما اختلفت الزوايا، دي الطريقة السادسة. الطريقة السابعة الباور ساين اند كوزاين. الثامنة الباور سيكند اند تانجنت. الطريقة التسعة التريجنومتريك سبستيتيوشن. الطريقة 10 كانت في الحلقة الماضية اللي هي باي بارتس. باي بارتس يعتبر ستاندرد راشونال رقم 11، ستاندرد الراشونال رقم 12. بكده يكون فضل لنا طريقتين فقط من طرق حساب التكامل، وهي الطريقة 13 الكمبليتنج ذا سكوير، والطريقة 14 اللي هي البارشال فراكشن. دي اخر طرق التكامل. يبقى كده احنا حصرناهم في 14 طريقة تكامل مختلفة. طبعا انت من خلال خبرتك لما تشوف السؤال تعرف السؤال ده يمشي مع انهي طريقة، من خلال حلك ومن خلال مذاكرتك ومن خلال حفظك للقوانين تكون عارف السؤال. مجرد ما تشوف السؤال زي كده تقول ده ستاندرد راشونال وده ستاندرد راشونال وده ستاندرد راشونال. لكن مثلا زي كده ده ستاندرد الراشونال اكيد. طيب تعال نشوف ازاي نحلهم بناء على ان احنا حفظنا القواعد. يعني مثلا دي اكس اوفر اكس سكوير ماينس 4 دوت يمشي على القاعدة الاولى مباشرة على القاعدة الاولى، فاقول له بيساوي ايه؟ 1 اوفر 2a. فين الا هنا؟ نقول له الا باتنين، يعني الاربعة ده هو مفروض اتنين تربيع، يبقى هنا اتنين في اتنين اللي هي اتنين اللي كانت معانا من القانون، والاي اللي هي بتعتبر باتنين، يبقى هنا واحد على اربعة. مش الاربعة دي، لا، واحد على اربعة. يعني لو كان ده مثلا تسعة هيبقى واحد على ستة اللي هي اتنين في تلاتة، يبقى 1 over 4 لين absolute value، واعمل كسر يو اللي هو المتغير اللي هو اكس، اكس ماينس 2 اكس بلس 2. هنا ظهرت الاي اهي، الاي باتنين زائد سي. طيب دي اكس اوفر 9 ماينس اكس سكوير نفس الحكاية، 1 اوفر 2a 2 تايمز 3، لانه هنا ده مفروض هو 3 تربيع، فيبقى 1 اوفر 6 لين هنا بدينا بالعدد، يعني العدد كان بادي تحت اللي هو 9، فاقول له هنا ايه؟ 3 بلس اكس على 3 ماينس اكس بلس سي. ارجو ما تلخبطش بين الصورتين.
إذا كان المتغير في البداية يبقى أبدأ المتغير فوق x ماينس على x بلس. إذا كان العدد في البداية أبدأ بالعدد بلس x على العدد ماينس x. القاعدة هنا واضحة اهي، واضحة جدا تمام. طيب افرض هو كان دي x على 9 ماينس 4x سكوير، نقول له طيب ما احنا عايزين 4x سكوير ده يكون هو ايه؟ متغير واحد يعني. فأعمل ايه؟ اخد هنا u واقول له take u، التعويض العادي u بيساوي اخد ب 2x، فيطلع ال du بكام؟ ب 2dx، فيبقى محتاج هنا 2 وهنا 1 over 2. طب والتسعة دي؟ خليها زي ما هي، يبقى 1 over 2 integral of 2dx هو مين؟ du. طيب 9 هي 9، 4x سكوير نقول له ده عبارة عن u سكوير. شوف كده المسألة بقت ازاي؟ فيبقى ده بيساوي 1 على 2 في 1 على 6، 1 على 2 اللي كان معانا، 1 على 6 من القانون. وبعدين لين انت بديت بالعدد، يبقى هنا 3 ماينس يو، يو اللي هو كان بقى 2x على سوري 3 بلس يو على 3 ماينس يو 2x بلس سي. طيب يبقى كده الأسئلة على الستاندرد راشونال. طب افرض كان السؤال غير كده، يعني مثلا شوف السؤال ده دي اكس على اكس دي اكس على 4 ناقص اكس تربيع، هل ده يعتبر تبع ستاندرد راشونال؟ لا. ليه؟ لأن العدد المتغير اكس اللي فوق ده يعتبر ديريفاتيف مشتقة للي تحت. ازاي يعني؟ ما هو مشتقة اللي تحت كام؟ ماينس 2x. فأنا هنا ببساطة شديدة أزود كده ماينس 2 هنا وأضربها ماينس 2، وهنا 1 أوفر ماينس 2، بحيث إنه يكون ماينس 2x ده عبارة عن كأنه هو يو داش، واللي تحت ده كله يعتبر كأنه يو. فده بيساوي إيه؟ نقول له 1 على 2 لين يو، يو اللي هو مين؟ 4 ناقص x سكوير. طبعا كان في ماينس هنا تحت في المقام، اخليها انا فين؟ في البسط هنا بلس سي. طب هل دي مسألة محتاجة مننا فكرة اللي هي ستاندرد راشونال؟ لا. طب تعال نشوف واحدة تانية، x سكوير دي x على x سكوير ماينس 4. هنا بقى نقول له ايه؟ نقول له لابد ان يكون في الستاندرد راشونال كله لازم يكون البسط والمقام، ما يكونش ابدا البسط يساوي المقام في الدرجة او اكبر منه. فاذا كان البسط من الدرجة التانية والمقام من الدرجة التانية، لابد من التخلص من تساوي درجة البسط والمقام، لابد ان يكون البسط اقل من المقام بدرجة، زي المسألة اكس على 4 ناقص دي ماشي نحلها على طول. طب زي كده نعمل ايه؟ نقول له هنا عندك حلين، يا تعمل قسمة مطولة long division، لكن هنأجل القسمة المطولة هنضطر ليها في بعض المسائل في الدروس القادمة. خلينا نعمل عملية تحايل بسيطة كده. ايه التحايل يعني؟ ان انا احاول اخلي اتخلص من x سكوير اللي فوق دي، فانا اعمل ايه؟ اخلي هذا التكامل بالشكل ده، اقول له x سكوير ماينس 4 بلس 4، مفيش مشكلة، ما حصلش حاجة. ودي يمكن شفناها في الدروس الاولى ازاي اتخلص من التساوي درجة البسط والمقام. فاذا في اي دالة كسرية اذا كان البسط والمقام من نفس الدرجة، لا ما ينفعش، يا اما اعمل قسمة مطولة يا اما اعمل عملية تحايل. زي طب التحايل ده توصل فين؟ هاخد x سكوير ماينس 4 على x سكوير ماينس 4، كل ده بيساوي واحد، ويبقى فاضل 4 مش لوحده، لا على x سكوير ماينس 4 برضو. فيعني التكامل ده يساوي كده، تكامل 1 اللي هي عملية القسمة الأولانية دي بلس 4 over x سكوير ماينس 4 دي x. طيب تكامل ال 1 بكام؟ أقول له بx. طيب ال 4 دوت ينزل زي ما هو 4 في، طبعا هنا دلوقتي أصبح ده ستاندرد إيه؟ ستاندرد راشونال. يبقى 1 over 2 by 2 أو 2 times 2 يبقى 4، يبقى كده دي تروح مع دي لين x ماينس 2 على x بلس 2، طالما بدينا متغير. وبكده يكون حلينا هذا السؤال.
طيب نشوف سؤال بعده بقى للايه، للايراشونال. الايراشونال افكرك بالايراشونال، طبعا هو كان واضح فوق مش محتاج اي حاجه. طبعا لو كان ده 9 ماينس اكس سكوير هيبقى ساين انفيرس، لكن اكس سكوير ماينس 9 اكس سكوير بلس 9، يبقى دي اللي هي فكره ايه، الستاندرد ايراشونال، مجرد قانون انت بتطبقه فقط لا غير. نرجع للقانون كده نشوفه سوا اهو. دي يو على ايه تربيع ناقص دي يو على يو تربيع ناقص ايه تربيع يساوي لين يو بلس سكوير روت اوف يو تربيع ناقص ايه تربيع، بدون واحد على اتنين ايه، بدون اي حاجه، يعني هنا على طول بيطلع بهذا الشكل. الحقيقه انه الستاندرد راشونال ده بقدر استنتج هذه القاعده ببساطه باستخدام البارشال فراكشن، لكن احنا مش مطالبين باستنتاج القاعده، بنعتبر دي قاعده ونطبق عليها، لكن هي تستنتج وتشوفها في الكتاب باستخدام البارشال باستخدام البارشال فراكشن. طب ودي تستخدم تطلع ازاي؟ مش الساين ماينس 1 دي تطلع ازاي؟ دي تطلع باستخدام التريجنومتريك سبستيوشن، يعني تعوض هنا اليو بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ سيك ثيتا، وهنا اليو بتساوي ايه؟ تان ثيتا، وتشتغل لغايه ما يطلع لك الكلام ده. فطالما في صيغه جاهزه بقدر اطبق عليها على طول. اذا في سؤال الراشونال هنا هقول له ده مباشره ايكوال، طالما هو ستاندرد ايراشونال اقول له بيساوي لين اول حاجه المتغير اللي هو اكس بلس الجذر التربيعي اللي كان مكتوب اللي هو اكس تربيع ناقص 9 وبس. طيب اللي تحته نفس الحكايه، لين اكس بلس سكوير روت اكس سكوير بلس 9، لان هو كان بلس هنا لكن هنا كان ماينس، ده كده الستاندرد الراشونال. حلو، سهله خالص دي. طيب نشوف اللي بعده. افرض كان السؤال بالشكل ده، اكس دي اكس على سكوير روت اكس سكوير بلس 9، هل ده نستخدم فيه حكايه الستاندرد الراشونال الجديده ديت؟ لا ما نستخدمهاش. امال استخدم ايه؟ نستخدم القاعده البسيطه قوي اللي هي بتقول لك انه يو داش على جذر يو بيساوي كام؟ 2 جذر يو. فهنا نقول له ببساطه شديده انه عندي اللي فوق الاكس دي خليها 2 اكس بس، 2 اكس، وهنا 1 اوفر 2 بس. فيبقى السؤال ده بيتحول الى كده، 1 على 2 تكامل دي يو على جذر يو فيساوي نص في 2 جذر يو، يعني بيساوي ايه؟ سكوير روت اوف اكس تربيع بلس 9 بلس سي. فخد بالك الستاندرد راشونال والستاندرد ايراشونال قانون ثابت، لكن لو في تغيير بسيط يبقى لازم انا اشوف يمشي مع القواعد السابقه ولا لا. طبعا ده يمشي على اليو سبستيوشن في الاول خالص ويرجع للبيزك تيبل اهو، يرجع في الاخر للبيزك تيبل. انت هنا افترضت ان اليو بتساوي اكس تربيع زائد كام؟ زائد 9. طيب افرض كانت فوق اكس سكوير في نفس السؤال ده، يعني لو كان هنا اكس سكوير، خلينا نعملها بالاحمر كده، اكس سكوير دي اكس على الجذر التربيع اكس، نقول له ده يروح على طول لمين؟ تريجونومتريك سبستيوشن، تريجونومتريك سبستيوشن. ترجع لهذا الدرس تريجونومتريك سبستيوشن في الحلقات السابقه هتلاقي بنحل مسائل زي كده بالظبط. طب تعالى شوف واحد تاني هنا، اكس تربيع دي اكس على اكس اس 6 ناقص 9. هنا في مثل هذه الانواع من المسائل بعمل الاتي. اعتقد احنا حلينا زيه يمكن في او شبيهه في الدرس اللي فات. اكس سكوير دي اكس على اكس تو باور 6 ماينس 9، هنا اول حاجه افكر فيها ان اخد يو سبستيوشن، بس هاخد اليو بايه؟ هاخدها بجذر اللي تحت اللي هو مين؟ اكس تو باور 3 بس. ليه؟ عشان يكون اكس تو باور 6 هو يو سكوير، يعني هنا لو ربعت الطرفين كده هيبقى اكس تو باور 6 بيساوي كام؟ يو سكوير. طيب هات لي بقى ديو بالمره، ديو بيساوي كام؟ 3
اكس تو باور 2. حلو، يبقى ده التعويض بتاعنا اهو. طب تعالى هنا كده بقى، نحتاج ايه؟ نحتاج 3، نحتاج 1 اوفر 3. يبقى هنا 1 اوفر 3 انتجرال اوف دي يو على سكوير روت اوف اكس تو باور 6 يبقى كام؟ يو تربيع. طب والتسعة دي زي ما هي 9. كده رجعنا لمين؟ للشكل اللي هو ستاندرد ايراشونال. يبقى 1 على 3 لين يو بلس سكوير روت اوف يو سكوير ماينس 9 بلس سي. بس ترجع تغير اليو مره ثانيه، اكس تكعيب يبقى 1 اوفر 3 لين اكس تو باور 3 بلس اكس تو باور 6 ماينس 9 بلس سي. طيب سؤال كمان على ستاندرد راشونال وايراشونال، هو السؤال الاخير دوت. بيقول لي انتجرال اوف 6 سكوير اكس دي اكس اوفر 10 سكوير اكس ماينس 4. في هذا السؤال برضو افكر بفكره الايه، ان في مشتقه اللي هي 6 سكوير، بس خلي بالك ال 6 سكوير مشتقه لمين؟ للتان. فهنا مضطر اخد يو بتساوي كام؟ بتساوي تان بس، تان اكس، عشان التان سكوير تبقى هي يو سكوير. فالدي يو هو مين؟ سك سكوير اكس دي اكس. وبالتالي لو عوضت يبقى انا اقول ده بيساوي انتجرال اوف دي يو على سكوير روت تان سكوير هو مين؟ هو يو سكوير ماينس 4. وبكده يبقى هو دي الصوره اللي هي الايراشونال. يبقى لين يو زي ما هي بلس سكوير روت يو سكوير ماينس 4 بلس سي. بكده يبقى عليك تحول اليو ترجعها تاني تبقى ايه؟ تبقى تان اكس. يبقى ده بيساوي لين تان اكس بلس سكوير روت اوف تان سكوير اكس ماينس 4. طبعا لا تكتفي بهذه الافكار فقط، شوف الافكار الاخرى الموجوده في الكتاب، في الهوم وورك، في الامثله، بحيث يكون عندك ايه حصيله كويسه جدا من الافكار، بحيث اي سؤال يجي لك تقدر تجاوب عليه بسهوله، او تقدر تقول ده تبع ايه، السؤال هنا تبع ايه. نشكر اهتمامكم وبالتوفيق دائما ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.